وبعتذر لناس كتير جدا بتبعت لي خدمة العملاء على الفيسبوك بتطلب قطع غيار وهم مش شاريين من عندنا. يا جماعة انا متفهم جدا ان انت جات لك هدية او شاريها من بره او شفتنا بعد ما اشتريت او الكلام ده كله، لكن النقطة اللي بتميز موقعنا او الابليكيشن بتاعنا عن اي مكان تاني وهي قطع الغيار. الموقع بتاعنا او الابليكيشن هو مسؤول عن المنتجات اللي بيعرضها. خلي بالك احنا بنعرض سماعات وحاجات كتير قوي، كل الحاجات دي المستورد بيقدر يطلب منها جودة مختلفة، يقول له انا عايز السماعة دي بس عايز الوصله بتاعتها تكون يو اس بي او الوصله بتاعتها تكون تايب سي، عايزك تقلل لي في الكواليتي عشان بس اعمل مش عارف ايه. فالسوق مليان نفس السماعه بنفس الشكل بكل حاجه ولكن جوده مختلفه. احنا بنعمل ريفيو على المنتجات اللي معروضه على الويب سايت او على الابلكيشن اللي اسمه اوكازيون.com، بس ملناش اي علاقه باي حاجه تانية. وارد تجيب نفس الكواليتي، يعني مش حكر علينا، وارد تجيب كواليتي مختلف. فالحاجه اللي بتميزنا هي قطع الغيار اللي احنا بنوفرها للعملاء بالمنتجات بتاعتنا، وهي دي الحاجه اللي انت لازم تفكر فيها قبل ما تشتري اي منتج. تفكر في خدمة ما بعد البيع، هل هقدر ارجع للتاجر ده واطلب منه قطعة غيار؟ هل هقدر اصلح المنتج؟ هل في مليون سؤال لازم تكون عارف انت بتشتري من مين عشان ما تندمش بعد كده. انا للاسف حابب ان احنا نخدم الناس التانية، ولكن انا ممكن ابعت لك مثلا وصلة اتاري ويكون اصلا اللي بعت لك الاتاري بعته لك بايظ، فانت هتفتكر ان الوصلة بايظة. فان انت تاخد الحاجة عشان خاطر تجرب وتشوف ايه اللي بايظ عندك، للاسف الميزة دي مش متاحة لاي حد شاري بره موقع اوكازيون. لكن اللي في موقع اوكازيون هو ليه دعم خاص، يبعت لنا الفيديو بتاع المشكله اللي عنده او بنتواصل معاه وبنعرف ايه سبب المشكله اللي عنده، بنبقى عارفين ومحددين المشكله في انهي قطعه بالظبط، وبيقدر لو في فتره الضمان نبعت له القطعه البديله ليها او نستبدله المنتج بنفس المنتج، او لو بعد فتره الضمان حتى لو بعد سنه بيقدر نقول له والله المشكله اللي عندك ان الاتاري مثلا محتاج صيانه فبعته لنا هنعمل له الصيانه هيكلفك كذا، او الوصله هي اللي بايظه فهنبعت لك وصله تقدر تشتريها من خلال الموقع، هكذا. دي ميزه احنا بنوفرها بس للعملاء اللي بتشتري من عندنا وبس.